تسلم الايادي. مدي ايدك خدي. ايه دي؟ حق الفطار. فطار ده بخمسين جنيه؟ وهو اي ايد عملته؟ حط فلوسك في جيبك وابقى اشوف لك حد تاني تفطر عنده. الله، طب ليه كده؟ مش عارف ليه؟ يا راجل يا عايب. الله الله، ما يبقاش خلقك ده يا امال. مش مدل خلقك، انا لسه بتكلم معاك، ما قلبتهاش دم. دم؟ لا حول الله، ده انا طالب الحلال. انت اتخبلت يا راجل انت، لساك شايفها. انا كده دغري، ما احبش الحرام واحب اجيب من الاخر. تعرف عنها ايه؟ اعرف انها حلوه وطالعه لامها يافته قشطه نمره واحد. سمعينك كلمه حلوه بقى. بنتي في واحد متكلم عليها، جاري فتحتها. يا ست اللي يتكلم يتكلم والفتحه بتتفك. ده انا هنغنغك ونغنغها. انت ما تحبيش الخير لبيتك ولا ايه؟